بعد طول انتظار تحول الثوار في الجبل الغربي من مرحلة الدفاع عن مدنهم إلى مرحلة الهجوم وتحرير المناطق المحاصرة. لأول مرة منذ انطلاق الثورة الليبية ينزل الثوار إلى سهل جفارة باتجاه الشمال أسفل الجبل الغربي، وأصبحوا يحاصرون الكتائب التي بقيت في بعض مناطق الجبل وتحديدا في منطقتي الريين وزاوية الباقول. هذه واحدة من نقاط الحراسة في الجهة المقابلة لكتائب القذافي من ناحية الريينة، حيث يتعامل الثوار بروية أكثر مع تقدمهم بعد أن أصبح بيدهم زمام المبادرة. والله احنا تو الآن مسيطرين عليها لمدة حوالي 5 أيام سيطرة كاملة من منطقة جادو إلى منطقة اللي هي بير عياد، واللي هي طبعا بعد بير عياد حوالي 5 كيلومتر توجد طريق معبد باتجاه الشمال جهة الزاوية وصرمان. الآن إلى المكان هذا طبعا عندنا سيطرة كاملة على المنطقة هي، ولكن إن شاء الله يعني بعون الله وقدره نتقدم إلى ممكن حتى إلى طرابلس. كتائب القذافي في هذه المناطق أنهكت بفعل قصف طائرات النيتو وضغط الثوار المستمر، فهذه بعض بقايا آلياتهم في منطقة الخشة. من هنا كانت الكتائب تقصف مدينة الزنتان وبعض المدن المجاورة، لكن وضعها اليوم أضعف من أي وقت مضى كما يقول الثوار، وقد تراجعوا باتجاه مدينة طرابلس وتجمعوا في منطقة بير الغنم. من نهار صفر صفر قوات القذافي لا لديها ولا قدرات، لديها أسلحة ثقيلة، لديها كل هجوم يفروا ويخلون سياراتهم وأسراهم ويتركون حتى الجنود في هذه المنطقة. أسرنا حوالي جثث يتركون في الجثث في الطرق، يتركون في الجنود أطفال، أطفال 16 سنة و 17 سنة وال 20 سنة. خطط كثيرة يتحدث عنها الثوار في سبيل فك الحصار عن مدن الجبل الغربي المحاصرة، والتحاق مدينتي القلعة ويفرن بالثوار قد يكون عاملا حاسما في قدرتهم على تحرير كل مدن الجبل من قبضة كتائب القذافي الأمنية. بعد أن نزل الثوار أسفل الجبل أخذت المعارك هنا مع كتائب القذافي منحنا جديدا تحدده نوعية المعارك وأهدافها. ومن حيث تدري أو لا تدري كتائب القذافي فإن الثوار صاروا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة طرابلس، وهم يعدون العدة للتقدم أكثر بعد أن فتحوا عدة جبهات في الجبل ستتبين نتائجها خلال الأيام القليلة القادمة. عبد العظيم محمد، الجزيرة، بير عياد، مدينة يفرن.